السلام عليكم. هذه منطقة صناعية موجودة في منطقة شركسكوي في تكرداء. يوجد هذه خلفي أرض مرخصة لمصنع على مساحة 13 درهم، يمكن الحصول فيها على ترخيص المصانع. هذا خلفي المنطقة الصناعية، هنا يوجد مصانع، وفي الجهة الخلفية هناك أيضا مصانع. هنا يوجد طريق رسمي على الشارع الرئيسي، وهنا يوجد أيضا مناطق سكنية قريبة. المنطقة الصناعية قريبة جدا في منطقة شركسكوي.